عشان افهم واشوف. هنقرا من عدد 1 لعدد 18. مزمور 139 من عدد 1 لعدد 18. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، إن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي، الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور، لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر كملتها، إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك. واحد مفكر كده ولاهوتي راح اتكلم مع طفل، فهو بقى راجل ده فاهم والطفل ده زغنطوط كده مش فاهم حاجة، فبيقول له ايه؟ بيقول له هدي لك تفاحة لو قلت لي ربنا فين موجود. فالطفل راح يقول له ايه؟ هدي لك تفاحتين لو قلت لي ربنا فين مش موجود. الفكرة في إدراكنا يا جماعة لهذا الإله العظيم الحاضر في كل مكان، الجزء اللي بين إيدينا ده في مزمور 139 الحقيقة واحد من النصوص القليلة قوي اللي تلاقي فيها إنه جمع ثلاث صفات عن شخص الله، والثلاث صفات دي ما ينفعش إحنا نشترك معاه فيهم. يعني ثلاث صفات عن شخص الله، يعني هو محب يمكن أن نتعلم الحب منه فنحب كما أحبنا، لكن الثلاث سمات أو الثلاث صفات اللي أرجو أن أنت تكون كتابك لسه مفتوح وحنشوفهم دي ما ينفعش لنا ولا أنت نشترك معاه فيهم. بص كده معايا في المزمور 139 لو سمحت افتح بسرعة وبص معايا أوام أوام، هتلاقي الجزء ده
مزمور 139 الجزء اللي قريناه، يعني مش كل المزمور، الجزء اللي قريناه بيتكلم عن ثلاث صفات في شخص الله. يعني زي ما بنقول سكان المزمور كده معايا بعينك وانا باخدك فيه اوام اوام. اول جزء من عدد 1 لعدد 6 بيتكلم عن الله كلي العلم، محدش فينا ولا كلنا على بعض، ولا يوجد حد لا في التاريخ ولا في اللي جاي ولا في المستقبل ولا في الحاضر يقدر يقول ان هو كلي العلم. هنا المرنم انت يا رب كلي العلم، كلي المعرفة. فبيقول له اختبرتني وعرفتني، عرفت جلوسي، عرفت قيامي، عرفت فكري من بعيد، مسلكي ومربيت من خلف ومن قدام، كلي المعرفة. من عدد 7 يتكلم عن انه كلي الحضور، اديك تفاحتين، اديك قفص تفاح، اديك قفص مانجا لو قلت لي فين هو مش موجود. فبص في عدد 7 يقول ايه، من 7 ل 12، ان صعدت الى السماوات انت موجود، طب ولو رحت الهاويه فها انت، اخذت جناحي الصبح سكنت في اقاصي البحر انت هناك برضو، انت هناك ايضا، سافرت في بوسطن ولا رجعت الصعيد ولا رحت الاردن ولا سافرت في سوريا ولا رحت تصيف انا موجود. اوعى تنسى الحقيقه دي. نيجي لثالث سمة أو ثالث صفة في المزمور الرائع اللي احنا بنذكره ده، من عدد 13. بص بقى يا ريت انت تخمنها قبل ما نقولها، بيقول ايه، أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي، أحمدك لأني قد امتزت عجبا، عجيبة أعمالك، نفسي تعرف ذلك يقينا. بيتكلم هنا عن الله كلي القدرة، كلي القدرة، كلي المعرفة، أنا عارف كل شيء، أنا عارف، كلية الحضور أنا حاضر، وثالث حاجة روعة أنا قادر، أنا حاضر أنا قادر، وقبلها أنا عارف. تعالوا ناخدهم أوام أوام، وأنا أرجو أن تكون الرسالة دي سبب تعزية وتشجيع ورفعة وتوبة وكل حاجة لينا في الدراسة الجميلة اللي بين إيدينا. كلية المعرفة من عدد 1 لعدد 6 يقول إيه، يا رب قد اختبرتني. الكلمة دي كلمة قد اختبرتني داود واخدها من الصياغ الصايغ، يعني الجوهرجي، يعني الصياغ واخدها من الجوهرجي أو بتوع الألماز وبتوع الأحجار الكريمة. عارفين حضرتك لما بيلبس العدسة البتاع السودة دي بيدخلها جوه نين عينه كده ويقعد يفحص فيها الأحجار أو الألماظ عشان يشوف لو الألماظة دي نظيفة ولا مش نظيفة، ولا فيها مش عارف ظل كده خفيف ولا مشروخة ولا عيرة ولا إيه. فبيقول له أنا عارف معرفتك ليا، بيقول له أنت قد اختبرتني، أنت عرفتني، مش معرفة نظرية بعيدة، مش أنا عارفك عارف اسمك وعنوانك بس، أنا عارف كل دواخلك، زي ما الجواهرجي أو الصايغ بيحط العدسة دي ويفحص الألماظة أو الحجر الكريم، أنا عارف ما بداخلك. فهو بيقول داود قد اختبرتني، قد عرفتني، هذه المعرفة الاختبارية اللصيقة الحميمة اللي تجمع ما بين مثلا يعني في أشهر وأسهل صورة ليها بين زوج وزوجة، هذه العلاقة اللصيقة الوثيقة الوثيقة أو مش عارف إيه وثيقة، قد اختبرتني وعرفتني. وبعدين بص بقى معايا بيقول له بص أنت عارف إيه عني يا رب، أنت قد عرفت جلوسي وقيامي، أنا ليه بتك على الياء، خليك معايا أصبر معايا بس للآخر، قد عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ظريت وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت. ليه بتك على الياء؟ لأن داود يعني بقلب روحي جميل أدرك حيث أن الله كلي المعرفة، هو وضع نفسه تحت هذه المعرفة. أنا قابل فحصك، أنا قابل فحصك، مش عارف لو حضرتك يعني بعد الشر بعد الشر بعد 1000 شر عليك، بلاش انت، انا قيمت 2 أسبوع ظهري وجعني كده، فراحوا عملوا لي الاشعه اللي هي زي الشواكيش دي بيدخلوك جوه الماسوره دي والشواكيش تك 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 ويقعدوا يكشفوا عليك
والست كل شوية تقول لك الأشعة اللي جاية هتاخد 6 دقايق وبعدين الأشعة اللي جاية هتاخد يا ست صوري وخلصي هنا. فهي تقعد تدقدق 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 وتطلع الصور دي تفحص لك عظامك ظهرك كل ملي متر فيك. أنا وضعت نفسي داخل هذه المعرفة داخل هذا الفحص. حاجة تخوف إلا في حالة واحدة بس تخوف إلا في حالة واحدة بس لو أنت عايز تبقى معاه لو أنت عايز تسلك في طرقه لو أنت عايز تبقى زيه لو أنت عايز تتغير أو خلينا أقول لو ناوي تتغير لو ناوي تتغير. ما تأخذونيش يا جماعة بس كم من مرات أنا بسأل روحي إحنا including myself يعني بما فيهم أنا لما أخذ يعني نسمع كتير بس ما بنتغيرش إحنا زي ما إحنا. سمعنا أسبوع اللي قبل اللي فات ولا اللي قبل اللي قبل اللي فات وعظة قوية جدا من الضيف اللي كان موجود أسي السامح وضيوف وناس ومؤتمرات تقريبا زي ما احنا معلش يعني بس تقريبا زي ما احنا نكونش من المعرفة بتاعتنا احنا بتاعته هو لا يمكن بس بتاعتنا احنا مجرد معرفة نظرية. هو بيقول انا دخلت نفسي تحت داخل هذه المعرفة عشان كده لما بقول اختبرتني وعرفتني مسلكي مرباضي فكري فهمت فكري من بعيد كل حاجة فيا يا رب كل حاجة فيا كل حاجة فيا مش خافية عليك مش بس فكرة إن ربنا عارف كل حاجة أنا قابل ده أنا عايز ده أنا طالب ده قراراتي أفكاري فلوسي وقتي نظراتي أعمالي تصوري إن أنا لوحدي ومحدش شايف خليك فاكر إن على الأقل في واحد شايف وعارف اللي انت بتفكر فيه اللي انت بتقوله اللي انت بتعمله اللي انت بتكتبه على ورقة اللي انت بترسله في ايميل اللي انت بتعمل فيه اي حاجة خليك فاكر ان انا عارف فهمت فكري من بعيد. بص معايا في عدد 3 يقول ايه؟ يقول مسلكي ومربضي زي الغنماية زي الغنماية اللي كان جو بيقودنا فيها وبيتكلم عن الغنماية فبيقول مسلكي ومربضي. الصورة دي متاخدة من رحلة الغنم بس يقصد بيها ايه؟ مسلكي ومرباضي يعني ايه؟ يعني انت عارفني في مسلكي في ايامي الحاضره معرفتك انت عارفني وشايفني في ايامي اللي انا ماشي فيها دي مسلكي ومآلي يعني ايه مآلي؟ يعني نهايتي مرباضي مرباضي يعني الحته الحظيره بقى اللي هروح اربط فيها سواء كانت نهايه حياتي او مستقبلي انت عارف يا رب انت عارف. ياما يا جماعة ياما لما بفكر في الأيام الجاية وأقول المستقبل طب وافرض حصل كذا أروح فين أنا؟ طب وافرض ما حصلش كذا أعمل إيه أنا؟ والعيال اللي في رقبتي دي؟ بس خليني أفتكر إن مش بس مسلكي أنت عارفه لكن كمان مربضي نهاية حياتي ونهاية أيامي ونهاية اختياراتي مسلكي ومربضي. بص الروعة تاني انزل معايا من فضلك في عدد 5 بص المعرفة دي بتحيطه ازاي. 1 بص الأبعاد اللي بيتكلم عن معرفة الله يعني معرفة الله بيك يعني ربنا عارفك بأي قدر ومن أنهي أبعاد فبيقول عدد 5 من خلف 2 من قدام 3 جعلت علي يدك يعني من قدامي ومن ورايا
ومن فوقي جعلت علي يدك. هذه المعرفة اللي بتحاصرني من كل جانب، فوقي ورايا وقدامي، انت عارف كل حاجة، عارف كل حاجة. لو جواك أنين، لو جواك ألم، تعال إليه، قول له رب انت داري بيا، حتى لو كان اقرب الناس مش فاهمين انيني او ما يعرفوهوش، انت داري بيا، تعال تعال. او لو في امر، لو في خطيه، لو في اعوجاج، لو في نجاسه، لو في لف ودوران، لو في اي امر غير نقي في قلبي، في فكري، في تصرفاتي، في اعمالي، في مسلكي، في مربى، في اي حاجه، خلينا يا جماعة نأتي بتوبة إليه. هذه المعرفة العظيمة مخيفة، مخيفة مخيفة، وهذه المعرفة العظيمة مطمئنة جدا للتائب، مطمئنة جدا. ما انت يا رب كل شيء عريان ومكشوف، أساسا كل شيء عريان ومكشوف الذي معه أمرنا. تعالوا، يعني انت مش هتفاجئ بحاجة، ما هو عارف، ما هو داري بكل شيء. ذريت هو داري بكل شيء. تعالوا يا جماعة نأتي بقلب مفتوح، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. واحد، الله العارف. اتنين، تعال ناخد مع بعض في الأعداد من عدد 7 ونتأمل في الجزء ده. بيقول له إيه؟ أين أذهب؟ الله الحاضر، كلي الحضور الحاضر. أين أذهب من روحك؟ من وجهك أين أهرب؟ وبعدين بيقول إن صعدت إلى السماوات، لو رحت لفوق خالص فأنت هناك، إن فرشت في الهاوية تحت خالص فها أنت. في عدد 9، إن أخذت جناحي الصبح، جناحي الصبح دي أولا إشارة إلى الشرق، فهو بيتكلم إلى الشمال وإلى الجنوب وفوق وتحت، وبعدين نتكلم جناحي الصبح إشارة إلى الشرق. وليه جناحي الصبح؟ لأنه بيقول له يعني الصبح ده شوية صغيرين ويطير، شوية صغيرين ويطير. فبيقول له إذا رحت الشرق، إن أخذت جناحي الصبح، راحت فين؟ إن عدد 9، إن أخذت وسكنت في أقاصي البحر في الغرب، يعني شرق أو غرب، فوق أو تحت، أو شرق أو غرب، أنت حاضر، حاضر في كل مكان، حاضر يا مهوب، أنت موجود يا رب، أنت حاضر يا رب، أنت حاضر وموجود. ينتقل من الأبعاد الأربعة ويقول كلمة حلوة برضو جو قالها لنا وقت الترنيم، أنا أرجو تكون خدت بالك منها. تعال نقرأ مع بعض عدد 11 و12. قلت، إحنا رنمناها على فكرة في الترنيم، قلت إنما الظلمة تغشاني. ايه الظلمه تغشاني دي؟ كلمه الظلمه بيصور الظلمه وكانه اقتحام للعدو، يعني جيوش بتقتحم حياتي، فبيقول بيصور الظلمه اللي انا مش شايف فيها حاجه وكانها عدو رهيب، جيش رهيب عايز يهجم على حياتي، عايز يسحق حياتي، عايز يبتلع كل مالية. فبيقول قلت انما الظلمه تغشاني. وساعات تغشاني دي تيجي على صوره اللحاف، اللحاف ده اللي هو الغطا بتاع السرير بتاع حضرتك في الشتاء لما تلف نفسك بيه كده. فقلت انما الظلمه تغشاني، يعني تغطيني من كل ناحيه. قلت انما الظلمه تغشاني فالليل يضيء حولي. الظلمه ايضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمه هكذا النور. عارف كل حاجه، حاضر في كل مكان، عارف كل حاجة، حاضر في كل مكان. عارف يا عخان ان انت اشتهيت لسان الذهب والرداء الشنعاري. عارف يا حنانيا وصفيرة المؤامرة بتاعتكم عشان تبانوا شكلكم كويس قدام الكنيسة، ناخد حتة من دمن الغيط وباقي الغيط نقول ان ده تمن. انا عارف ده، بس مش بس عارف، أنا حاضر. حتى في الخيمة اللي دفنت فيها لسان الذهب والرداء الشنعاري أنا حاضر، أنا عارف وأنا حاضر، عارف
كلي القدرة من عدد 13 بيصور قدرة الله يا جماعة في تصوير يعني أقول إيه عجيب الحقيقة. داود بيقول عشان تعرفوا قد إيه ربنا قادر فجاب معجزة العصر بالنسبة لداود. معجزة العصر بالنسبة لداود زي ما كنا دلوقتي بنهني سهاد ويسري بالبيبي اللي جه، فهو بيقول أعظم معجزة دي هي دي، هي أنك تكونني في رحم أمي. تعال بقى بص معايا الصورة، اتفرج على الصورة اللي بيرسمها من فضلك، بص معايا في الأعداد دي بيقول إيه. بص يا سيدي من عدد 13، من عدد 13 يقول إيه، لأنك أنت اقتنيت كليتي كلوية، يعني نسكتني. وكلمة نسكتني دي صورة واخدها من القماش، يعني من النول بتاع الخياط، بيقول له أنت نسكتني زي الخياط أو بيقعد عن النول، مش عارف لو كنتوا تعرفوا أو في بالكم الصورة دي، برضو عندنا في الصعيد لما يجوا يعملوا السجاد ينسجوه كده على النول، على النول. فبيقول له أنت نسكتني كل خيط فيا، أنت عارف كل حاجة، أنت حاضر في كل حاجة، وقدرتك عجيبة في صنعة إيديك. فبيقول له نسكتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا عن كل أعمالك التانية، عن البحر والشجر والمحيطات كل ده. عجيبة هي أعمالك، نفسي تعرف ذلك يقينا. الكلمة دي جميلة قوي، بتاعت نفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي، اللي هي كل أعضاء الداخلية، كليتايا وعظامي، ما حدش شايفه. عجيب يا رب، عجيب. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، رقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي الداخلية، الكلاوي والمصارين والفشة والقلب والرئتين وكل الحاجات دي، أنت شايف كل ده، أنت شايف كل حاجة. وفي سفرك، في سفرك دي يعني بالعربي كده المفسرين بيقولوا في سفرك، مقصود بيها دفتر المواليد، عارفين السجل المدني لما حضرتك تروح الاسم لما تجيب بيبي وتروح سجل المدني عشان تسجل الواد في دفتر المواليد، هي بالظبط. بيقول له في سفرك اسمي موجود عندك في دفتر المواليد بتاعك. دفتر المواليد بتاعك يمكن يكون اتحرق أو ضاع، أو الموظف كب عليه الشاي واسمك اتمسح منه، ممكن جداً. هنا بيقول له لا لا لا، انا لو تايه في وسط الملايين دي كلها ومحدش دريان بيا، انت داري بيا، انا اسمي عندك في سجلك، في سفرك، في سفرك. كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها. فعدد 17 بيقول له ما اكرم افكارك يا الله عندي، ما اكثر جملتها، إن أحصيها فهي أكثر من الرمل. وبعدين بص بقى اللي جاية دي، استيقظت. الحقيقة مش مقصود بيها لما حضرتك بتصحى الصبح، الكلمة دي استيقظت بتتكلم عن الرجاء اللي لينا يا جماعة، روعة يا داود، أو روعة يا رب وحيك لداود. بيقول استيقظت، أنا عشت حياتي كلها هنا، أنا من بداية الرحلة، من وأنا في رحم أمي. هو بيصور الرحلة، لو واخد بالك هو بيصور الرحلة وهو لسه في رحم أمه، هو لسه في بطن أمه. بيقول له عظامي كلوية وقلبي وأنا لسه في بطن أمي، أنت شايف، أنت عارف، أنت شايف كل حاجة، أنت دارب كل حاجة، أنت قادر على كل حاجة. الناس ما تقدرش على أي حاجة، يعني دايماً إشارة في الأدب الكتابي إلى أن الولادة وفتح الأرحام ومش عارفية، دي معجزة إلهية، واحدة من ثلاثة، يعني الأمطار والولادة والإقامة من بين الأموات في الذهن اليهودي يعني. فبيقول له أنت من بداية الرحلة، من وأنا لسه أنت بتنسجني في بطن أمي، إلى نهاية الرحلة لحد يوم ما موت. بس لما يجي يتكلم عن يوم ما يموت يوصفه ويقول لك استيقظت، حقيقتك تقول عليه الرقاد، ده نوم. بس داود قال لك لا، انا شايف الموت بعين الرجاء، استيقظت
وبعد ما موت أنا عايش طول حياتي من وأنا لسه في بطن أمي من قبل ما عينيا تشوف النور أنت معايا. فاكرين إشعياء حاجة واربعين مش فاكر كام لما بيقول من الرحم إلى الشيبة أنا أحمل. من قبل ما تتولد من وانت لسه في بطن امك انا وانا بقرا المزمور قعدت اتخيل ان انا وانا لسه في بطن امي لحد يوم ما اموت او لو حبيت بقى استعمل التعبير الجميل بتاع داود لحد ما استيقظ استيقظت. ده المجهول بنفسه الموت هو المادة الخام بتاعت المجهول بتاعت الخوف صح؟ بيقول بالنسبة لنا احنا استيقظت وأنا بعد معك. القدير غير المستطاع عند الناس مستطاع لدى الله. الله قادر على أن يمد يده الذراع المعتزة بالقدرة دي وينجيك ويخلصك ويتوبك ويأتي بيك إلى الحياة. قلت إنما الظلمة تخشاني أنا عايش في ظلام أنا عايش في خطية أنا عايش في نجاسة أنا عايش بعيد عنك. قلت إنما الظلمة تخشاني. تحب تختبر الاختبار ده؟ فالليل يضيء حولي. الليل هيضيء حولك إزاي يعني؟ بنور المسيح بنور الصليب بنور الخلاص. بس تعالى إليه تعالى إليه وقل له يا رب نور قلبي. تعالى إليه نور قلبي ونور عيني نور عيني ونور العمل فيا عشان أشوفك يا رب أشوفك الإله الحاضر أشوفك الإله العارف أشوفك الإله القادر القادر على أن ينجي ويخلص. يومك لو حبيت يومك تشوفه هو ينقذنا من سلطان الظلمة. كولوسي بيقول كده بولس في كولوسي يقول أنقذنا من سلطان الظلمة. أنت ما تقدرش تنجي نفسك بالمناسبة يعني لا تكون فاكر أنك تعرف تعملها. أنقذنا أنقذنا دي يعني جذبنا بقوة باقتدار بسلطان أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. تعالوا نصلي.